للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الناطق باسم ألوية صقور الشام الأستاذ مأمون حاج موسى. مرحبا بك أستاذ مأمون. يعني لازال القصف، منذ قليل كان معنا فؤاد أبو حطب وقال وأكد لازال القصف مستمر على منطقة وادي بردة، ما يعني خرق للهدنة. ما هي جهودكم وأين في أي إطار يعني مساعيكم لحل الموضوع؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أدري إن كان الصوت جيد. يعني تفضل. جيد، أسمعك جيدا. نعم، بالنسبة للهدنة وأين وصلت، يعني الخروقات لم تتوقف، يعني طيلة البارحة واليوم أيضا، يعني بعد أن حددت الفصائل الساعة 8 مساء الأمس بأنها وقالت بأنها ستوقف يعني أو ستنقض يعني ما تم الاتفاق عليه، بحكم أن النظام لم يلتزم بوقف إطلاق النار وبعدم اجتياحه. يعني هناك اجتياح وليس يعني مجرد خرق يعني لوادي بردة، وبالتالي اليوم استمر بهذا الخرق، يعني بعد أن ناور البارحة وأوقف القصف قليلا، يعني حتى مرت الساعة 8 وانتهت المهلة التي وضعتها الفصائل، يعني امتص غضب الفصائل إلى حد ما يعني، وعاد من جديد اليوم. يعني اليوم امتد القصف يعني ليس فقط في 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 وادي بردة، وإنما وصل إلى أرياف حلب وبعض المناطق الأخرى، و يعني يحاول جاهدا السيطرة على نبع المياه يبدو في وادي بردة، يعني لفرض أمر واقع على وإدخاله في 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 المفاوضات. نعم أستاذ مأمون، قبل أن أختم معك أود السؤال يعني عن جهود التواصل مع المعنيين في الأمر. أنقرة أخذت دور الرقيب وموسكو أيضا أخذت دور الرقيب في هذه الهدنة، إلى أين وصلت مساعيكم؟ نعم بس عفوا السؤال يعني لم يكن واضح. يعني كنت أسأل عن مساعي التواصل مع أنقرة وموسكو من خلال مفوضي الفصائل المعارضة في الشمال السوري حول خرق الهدنة، وما هي خطوتكم التالية؟ نعم، نحن تواصلنا مباشرة يعني وأمدينا الطرف الضامن من طرفنا جانب التركي، يعني أولا بأول بكل الخروقات موثقة بشكل دقيق يعني، ولكن حتى الآن الجانب الروسي يبدو يماطل يعني ويحاول كسب الوقت لتمرير كما ذكرت قبل قليل يعني التمدد على الأرض وفرض أمر واقع. نعم. للأسف يعني كل يعني المطالب مطالب للضامنين يعني الضغط قدر الإمكان على النظام لتمرير أو لوقف هذا العدوان يعني والاجتياح، حتى الآن لا شيء جدي، يعني يمارسون على الفصائل وكأنها يعني لعبة هزلية، ويلعبون وكأنهم يعني هم يعني لا يرون لا روسيا ولا غير روسيا يبدو اللاعبين على الأرض. شكرا لك على هذه المشاركة مأمون حاج موسى الناطق باسم ألوية صقور الشام.